كل الحضور اللي شرفوني، لا شيوخ ولا وجهاء ولا أعيان ولا إعلاميين ولا زملاء، وجميع مطلق شرفني. أقول الله يبيض وجيههم والله يقدرني على رد الجميل، وشاكر ومقدر للجميع، وعسى أن نكون قد قمنا ببعض الشيء من كرامتهم ومن رد جميلهم. والله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سلام وأنا شاعر للشعر ذاك رايح دايم جزيل عطاء، أبيع وأشري بالخوى داخل السوق وأدور اللي غالي يما اشتراها، من شان من عمل علي لاحق بصمد فيها الكبيرة تباها، يا مبارك فيها من غير ضروب العاط في كل الخسارة احتواها، له موقع بين المطاليق مرموق له سمعة وصل الثريا صداها، خدمت عيال مظيم يتعب عليها، فلسفة الابداع والموهبة والاكتشاف بين عزف المستحيل له وطرق الممكنة، القصيد اصبح معها وتوافق واختلاف، الادب لو كان عمره 800 سنة، ساحة الشعر ما هب برنامج قطاف، كل يوم فيه شاعر بقافه والحنا، خلى عنك اللي يدور على وجه الغلاف، لو يراهم في المواقف ما افتكر هنا، لو يراهم في المواقف ما افتكر هنا. عايض وعايض مواقف اكتشاف، المكادر ساس مجد النباهي ثمنا، المكادر ساس مجد النباهي.